صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 28 لسنه 2019 باضافه بند جديد الى الماده الاولى من القرار رقم 9 لسنه 2019 باعاده تشكيل مجلس الموارد المائيه كالتالي: الماده الاولى يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية بند جديد برقم 8 نصه الآتي: 8 وزير النفط